انا عايز اقول لكم للمصريين يعني، ودي نقطه مهمه قوي، خلي بالكم المفروض ان الاسعار في مصر تبقى اكتر من كده بكتير، وانا والله مش بقول كده بجامل الحكومه يعني. وهديكم مثال، هو النهارده الدول الاوروبيه والغربيه، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويله، يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمه، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا، هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنه عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجه الحرب التضخم او زياده في الاسعار. طب احنا لو احنا عايز اقول لكم على حاجه، لو كان تكلفه الطاقه في مصر اتعاملنا بيه طبقا للاسعار العالميه دلوقتي، انا اتصور ان كانت حصل قفزه كبيره جدا في التكلفه. بمعنى ايه؟ انت النهارده اللي بينقل منتجاته من داخل يعني داخل مصر ما زال بيدفع تكلفه وقود 50%، مش كده؟ اقل من 50% يا دكتور مصطفى عشان ما يزعلش. يعني النهارده لتر بنزين ب 2 دولار 40 جنيه. لو انا عملت ده، وانا بقوله دلوقتي للمصريين ليه؟ مش عشان يقدروه، ولكن عشان يعرفوا ان الواقع اللي موجود عندنا ده واقع، ده اقصى حاجه ممكن نعملها لضبط والسيطره على الاسعار. في حاجات تانية ممكن نعملها عشان يعني التجار يعني لا يستغلوا الفرصه وينتهزوها ويغلوا، ممكن ضبط الاسواق، ممكن زياده المطروح، ممكن. لكن انا عايز اقول طبقا للي حصل في العالم النهارده، احنا بنتكلم على برميل البترول 120 دولار. طب لو بقى 150، يعني انا بكلمكم كده عشان تبقوا عشان باقي لكم كل حاجه. لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لتالت مره ناجله، المره دي نتيجه الظروف اللي موجوده فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفه انتاج الطاقه بتاعه الكهرباء زادت نتيجه برضو ايه، ما هو النهارده الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الانتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات اكتر. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني برضو الدكتور مصطفى عشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني انا بتكلم على ايه؟ النقاش ده الهدف منه انك انت تعرف يا مواطن ان كان قبل كده 3 دولار و4 دولار و5 دولار للوحده، مش كده؟ بتاعت الغاز، النهارده بنتكلم في 20 21 دولار. طب انت لو انت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت اقل من تكلفتها بتتباع للناس في الوقت ده،
اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدولة ان ده اقصى حاجة ممكن نعملها عشان الاسعار ما تقفزش، وعشان نحافظ على ظروف الناس محدودي الدخل، ظروف محدودي الدخل. فانا بس برجع مرة تاني للنقطة دي واقول تصوروا ان احنا كنا هم بره بيعملوا ايه بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجة، فيبقى الناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده، احنا هنا ما عملناش ده. ولو ما كانش يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنين اللي فاتت في اجراءات كتير عملناها، زي موضوع زي ما قلت كده العشرة مليار بتوع البتل، صدقوني كان تمن المنتجات بقى اكتر من كده بكتير، صدقوني. طب ممكن نعمل اكتر من كده؟ ايوه، عشان بس ايه اكتر من كده بكتير. ايوه، واقول تاني